لاعب تاع رابط للمنتخب الوطني السابق كيخرج بتصريحات نارية واللي كيشير فيها بعض المدربين اللي ما كيتفاهمش معاهم، كيقول بأن المدرب الكراكي ما كيتفاهمش معاه، وكيقول بعض الإشارات كيقول بأن ما كاينش المعقول، ما أنا جسوي النات، المهم شي كلام اللي ماشي هو هذاك وما مفهومش. وحتى بالنسبة للكراكي التدخل اللي دار الكراكي وداك يعطي التعليمات للمنتخب الأولمبي ما فهمناش، كيبان هذاك الشيء ماشي لوجيك، سكيتي فينا هو؟ انت مدرب ديال المنتخب الوطني الاول، اجداك المنتخب الاولمبي وتعطي التعليمات وسكيتي، واش كيدير؟ بغينا نفهموا. المهم خليكم مع الفيديو هذا باش تفهموا شنو واقع. تجي الناس اللي يعرفوه مثلا انت دابا وفوه ونقول لك صح، انا ما كعجبش واحد اللي ماشي اونيت، ولا ما واحد كيغش، ولا واحد ما كنشوفه كذاب وهذاك الشيء كنقول له في الوجه، ما عندي ما نخسر انا وبلادي كنموت عليها، ولكن لازم تخلي اخوك كنقول له في الوجه، ولا نشوف فيك واحد الدري والاخر احسن منه. ولكن كاين شي ناس مطورين كيديروا السياسه، انا ما فيهاش هادشي ديال السياسه، انا لعب الكره صافي، كنت كنقولها لهم حتى لافان مع بايد 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 ديك في لافان كان كيموت عليها، بينك يقول هذا ما هذا ما كيجي لك ديريكت، ما كيجيلكش من اللي من هذاك الشيء. وانا عمرو كيف قلت ديما ما لعبت مع المنتخب، عمرك في الحياه ديالي مشيت للمنتخب وفكرت بلي غادي نربح شي حاجه بهذاك الشيء؟ كلش لي بونوس لهذاك الشيء، تول الدراري كاملين لي كيني الناس كنت كنخلي لهم كلشي تماك، بس انا كنت كنجي باش بلادي سان فيزي بليزير. مي ابخي كي قلت لك انا لي غولاسيون هكذا باغ اكزومبل مع والد، والد مين كان جا انا ما كنتفاهمش مع والد غيكاغي، ديجا كنا كنلعبوا انصام في المنتخب، مين جا ما بغيت كاع نلعب معاه، انا كنعرف الراجل كيف كاريتو، ماشي كنقول ما دارش مزيان مسكينه، دار واحد هكا كود جوموند فانتاستيك، وعندي صحابي حكيم زياش واحد من صاحبي احسن في المنتخب، كلش عندي ثلاثه الاصحاب تماك، ولكن انا ديريكت صافي ولا ما كان ولا المدرب ما كنشوفوش بحالي ولا هذاك الشيء، ولا معرك معايا نموت عليك، ولكن معايا كنقول انا سي بون خليني انا نمشي. ما لان بزاف ديال الناس كيمشيو كيبغيو كيفكروا كنطور دير علاقات مزيانه، انا ماشي هكذا، الكره اللي كتهضر كتبغيني تبغيني ما تبغينيش، سي هذا الشيء المشكل. مي جامي ما تعديت على شي واحد عمره ما جامي، ولكن عندي كاركتر فور والناس ما كيبغيوش هادشي بزاف، ماشي جمهور المغرب عندي غلاسه معاهم مانيفيك، ولكن الناس اللي كيخدموا هكذا ما كيعجبوش الكاركتر ديالي، بينا كنقول لهم صح في الوجه نو. ديجا شنو داروا في لاكوب دي موند شي حاجه مانيفيك، هادشي حتى واحد ما يقدر ينكرها. ابخي كاين اللعابه كاينين دابا، انا في الوقت ديالي اللي كنت كنلعب كانوا اللعابه، ولكن لا كاليتي دابا اللي كتشوف اللاعب كيلعب في باريس سان جيرمان، واحد كيلعب في مدريد، واحد كيلعب في برشلونه، واحد كيلعب في سيفي ويست هام، كاينين لعابه كاينين، ولكن انا كنقول لهم بدينا نرجع غير في لاكوب دافريكا التاليه، ما عجبنيش انا المغرب كيف لعب، ماشي بلينا مع كيف قلت لك مع والد، ماشي انا عندي الفكره ديالي ديال الكره سي ديفيرون، ولكن ولا انت المغرب درتي ديميشن لكوب دي موند ما تقدرش تعطي الكره للاخرين وتعاين، تلعب مع انت مع التنزاني ولا ما نعرف شنو تخلي له الكره وانت كتعاين دير كونتر اتاك ومع اللعابه اللي عندك لعابه اللي كلشي كواري ابخي ما نعرف، باسكو ابخي كيقول لك يمكن كان سخانه تماك، ولكن بجوج الفراقي ماشي غير واحد اللي عندك، مي كنقول انا المغرب مع هاد لاكاليتي اللي عندها خاصها تدخل الماتش تقول له 20 دقيقه الاولى الماتش نكملوه 1-0 مع هاد الفراقي، خاصها الناس بقاو يخافوا من المغرب، ولا ما يديروش هاد الشيء ما غادي سافا تري ديفيسيل، باسكو لافريك سي با فاسيل اوسي، شوف لا كوت ديفوار كيف كيلعبوا كاين الفرق، ولكن المغرب مع اللعابه اللي عندها دابا خصها تدخل الماتش تقول 20 دقيقه 30 دقيقه صافي الماتش مكمل. وانا شفت الماتش التالي مع لافريك دي سود من خرجوا ياك خرجوا مع لافريك دي سود كتعاين شنو كتعاين الكره دابا جديده خصك تبريسي، وهاد اللعابه اللي ما عندهمش سكتور ديال اب افريكان تكنيك ما ماشي توب ولا تبريسيهم غادي يعطيوك الكره دغيا، وابخي انت مي ولا كتشد الكره فوق مع لا كاليتي تكنيك اللي عندك لاعب اللي غادي يدير لا ديفيرونس واحد ضد واحد غادي يدوز، ولكن دابا ولا كتعاين ما كيعجبنيش انا هذا السيستم كيف كيلعب المغرب، لعبوها في كاس العالم لان كتلعب ضد الفرق كبارين عليك وسي نورمال تلعب ضد اسبانيا وتلعب البرتغال لا سي ديفيسيل، ولكن مع الافريق خصك تدخل ديريكت 1-2-0 خصك اتاك 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 وعندك لعبه مانيفيك. ابخي كيف قلت لك ابخي بس الكره كيفاش كاين واحد كيلعب مزيان في الفرقه ديالو، ولكن مره كيجي المغرب المنتخب ما كيعطيش، كان يلعب انا كنشوف بزاف سفيان شنو كيدير هذا العام، سفيان يميريت لا شانس ديالو كبيره نو باسكو صاحبي ولا داكشي نو، كان الكعبي شنو كيدير في اولمبياكوس خصو لا شانس ديالو، واحد اللي ماركي 25 متر يدير هاتريك كان ساستون فيلا ويبقى يلعب خمسه شاطخي، هادشي اللي كنقول لهم دابا باسكو كاينين اللعابه اللي كيديروا مزيان في الفرقه ولكن في المنتخب ما كيعطيوش،